إذا اليوم الدراري غنحاول نديرو تصحيح ديال صفحة 20 ديال الكتاب. ما تهمناش الكتاب، مي تهمونا التمارين اللي كاينين نص الكتاب. بغيتك تركز معايا مزيان باش تفهم مزيان. إذا التمارين هادو اللي غادي نديرو تيخصو لي نومبغ الشابيتر ديال لي نومبغ راسيونال، والدراري ديال المراجعة راه هذا لايف مباشر وبغيتك تركز معايا. شي حاجة ما فهمتيهاش قول لي أستاذ راه ما فهمتهاش ونعاود نشرحها لك ونبداو على بركة الله. مهم، اول سؤال عندنا اولا سؤال 21 شنو تيقول لي؟ تيقول لي هذا السؤال تروفي لو بلو غران ديفيزور كوما ا 8 اي 9. اذا خاصنا نقلبوا على اكبر قاسم مشترك. لو بلو غران ديفيزور هو اكبر قاسم مشترك ديال هاد جوج ديال الاعداد، يعني شكون هو العدد الكبير اللي تيقسمه. هنا غادي نكملوا هذا الجدول وغادي نجاوبوا على الاسئله. غادي نطرف هذا التمرين لهنا باش نجاوبوا على هذه القضيه. غادي نكتب اولا وقالوا لينا شكون هو لو بلو غران ديفيزور. اذا شنو غنقول هنا؟ هذا الاختصار ديالها غندير مع لو بلو غران ديفيزور. إذن شكون هما؟ هما شكون هما؟ 8 هو لو نوم. 8 فوا 9 إيكالا هو لو نوم 1. العدد واحد هو أكبر قاسم مشترك ما بين هاد جوج أعداد. فهاد السؤال الثاني غنختار على شي واحد فيكم. واحد فيكم يلاه عطيني شنو كاين اللي حافظ جدول الضرب. يلاه 8 في 1 8 زيد 16 زيد 24 زيد 18 زيد 24 9 سير 27 36 45 54 63 72 لا 72 81 صافي مزيانة الدراري ما غلطش مفهوم اصدقائي. واخا قالوا لينا في السؤال اللي من موراه تخوفي لو بلو بوتي ملتيبل شكون هو المضاعف الاصغر ديال هاد جوج ديال الاعداد. شكون هو المضاعف الاصغر في نظركم؟ استاذ 72 هو العدد 72. نعم هذا التمرين هذا كترميتو ليكم واقيلا في الجروب وكاين اللي صابو وكاين اللي ما صابوش. احنا دابا جينا صافي 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 قلت لك صحوا لي ما صحاش صافي ماشي مشكل. دابا قال لك اسيدي استعمل هاد الاعداد السريه باش نحصلوا على ميم دينوميناتور. السؤال رقم 4 كي درنا ليها درنا ناقص 15 على 8 كيساوي هاد المقام ديالو 8. يعني فاش غادي نضربو حنا غنديرو ناقص 15 فاش غنضربوها؟ غنضربوها في 9 و 8 غادي نضربوها 9 باش نتحصلوا على شي عدد كسري اخر. والرقم الثاني هو ناقص 2 على 9 كيساوي ناقص 2 غادي نضربوه في 8 وهنا 9 غادي نضربوه في 8 باش يولي عندنا هنايا ناقص 16 على 8 على 72 وهنايا غيكون 72 وعندنا هنا 150 نحيدوا منها 15 هي شحال 150 140 100 ناقص 135 صافي. هاد التمرين الاول سالينا ما كاينش شي مشكل؟ لا واخا. دابا السؤال اللي من موراه باش ما يكونش فيديو طويل قالوا لنا بان دو كومبليكي هاد الاعداد. عطانا هاد الاعداد خاصنا نكملوا هاد المتساويات. ثانيا قالوا لنا شنو غوماركي كون ريدوي لي دو نومبر الا اختصرنا هاد جوج ديال الاعداد شكون هو البلي دوميناتور كومان بوسيبل. وغادي نديرو نفس هذا التمرين غادي نديروه على هذا التمرين.
هذا راه ديجا تمرين ديجا راه مصاب واحد بحالو باش ما نطولوش. قالوا لينا كومبليتي لي دو زيغاليتي، كل جوج هنايا هاد ليغاليتي هادو قعدنا هادي بوحديتها وعدنا هادي بوحديتها، اذا خاصنا نكملوا هاد الفراغات. هاد التمرين كنا خدمناه وكان معايا تامر بوحديتو، كيفاش كنديرو نخدمو، كاين اللي غيدير الطريقه الثلاثيه يعني غيشد هذا غيضربو في هذا وغادي يقسمو على هذا باش يلقى هاد العدد صافي، اولا غادي نشوفو العلاقه ما بين هاد البسط وهاد البسط. اذا شمن علاقه بيناتهم؟ هاد العدد هذا الا جيت من هنا لهنايا غادي نقسم على العدد شحال؟ على العدد سبعة. على السبعة حيت عندنا هذا ناقص وهذا ناقص، باش يبقى هذا العدد عنده ناقص خاص نضرب نقسم او نضرب في واحد العدد اللي هو بوزيتيف. هادشي راه شرحناه في الفيديوهات اللي فاتوا، يعني من هنا لهنا غادي نديرو قسمة على العدد سبعة. الا قسمت هذا على العدد سبعة حتى هذا خاصني نقسمو على عدد سبعة، ولكن تيبان ليا بان هذا ما قابلش القسم على عدد سبعة. غنجيب ماكينة باش نتأكد. هاي هاد شتينا غادي يعطينا هنايا 14 فوالا. عاوتاني غادي نشوفو العلاقة ما بين هاد 14 و 42، فاش ضربناها باش عطاتنا 42 ضربناها في 3، لقيت انت هاد العدد خاصنا نضربوه في 3، غادي يعطيني ناقص 15. واضحة العملية مزيانة. غنجي للعملية اللي موراها، عندنا ناقص 65 ناقص 7. إذا شنو درنا؟ قسمنا من هنا لهنا على ايش؟ على 9. على 9 ولا على 8؟ على 8. على 8 حتى هذه غادي نقسموها على 8. شحال تعطينا؟ 6. 6 فوالا. ودابا عاوتاني من 6 ل 42 فاش ضربنا؟ 7. في 7. ضربنا في 7، إذا حتى الفوق غنضربو في 7 شحال تعطيني؟ 43. ناقص 49. ناقص 49 مزيان. ها حنا صوبنا متساوية، فهمنا كيفاش خرجنا هاد الأعداد. غندوز التمرين اللي موراه. واحد منين درنا غيدويغ لهاد ناقص 35 على 48 شحال لقينا في الأخر هنا؟ لقينا ناقص 5 على 14 ياك. ومنين درنا غيدويغ ديال ناقص 56 على 48 شحال لقينا؟ لقينا ناقص 7 على 6 صافي. اذا فاش درنا ليهم قال لك بلو دينوميناتور كومان بوسيبل، ولكن هنايا ماشي هادشي اللي بغينا. باش نكمل السؤال شوفوا هنا 42 فاش لقينا عندهم نفس الدينوميناتور، فاش لقينا عندهم نفس المقام، هنايا شنو كان عندنا؟ مثلا هنا 13 هبا في 3 3 ناقص 15، وهنايا شحال كانت عندنا؟ عقلت شحال كانت عندنا هنا 6 6 ناقص 49. دابا الأعداد هنا منين رديناهم نفس بتيت دوميناتور هاو بوسيبل، يعني حولناهم لواحد دينوميناتور بوسيبل. دابا هادشي هذا غادي نديرو على هاد الأعداد، هاد كل جوج أعداد مثلا عندي 5 على 8 مع ناقص 7 على 6، خاصني نردهم نفس المقام. اش خاصني ندير؟ سنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. اش نوحدو المقام؟ صافي بكل بساطة غادي نوحدو المقام. غتعطينا شحال هنايا؟ 30. نرجعو القاعدة الأولى. على 42 ولا 48؟ 48. 42 36 36 42 ولا 48؟ 48. 48 7 في 8 6 في 8 8 6 في 8. تعطينا هذه شحال هي؟ 46. شحال هنايا؟ ناقص 56 على 48. 54 ولا 56؟ 56. 56. صافي دابا هاد الاعداد هادو غنديرو لهم كما درنا لهاد العمليات بجوج كما درنا
دابا باش نقلب على المضاعفات، ما بغيتش نضيع الوقت، بغيت ندير خارج. اللي مهم هو البرانسيب تاع العمليه كيفاش تصابات الاولى، الاخرى اللي كيتصابوا كاملين بحال بحال. ها هو لكم هي الطابلو كيفاش درت ليه باش نعاود نصاوب الزربق. عندنا هنايا 24، وعندك هنايا 54، هنايا هذا هيجان، هذا هو صافي. هي باش نبين لكم كيفاش درنا لهنايا. هنا سي صراحة زعما انا حق الله الا تما بغيتش انا ندخل في هاد لي خليت نساليو الدراري باش نوريكم كيفاش درت حسبت هادشي، حيت انايا ما خصنيش نضيع الوقت. نعطيكم خارج دابا كامل اللي كاين، ان تمرين الناس يقلبوا غير على الخارج، وديك الساعه حنا غادي نشوفو من بعد شنو كاين. صافي تا من بعد نقول لكم هادشي في الجروب شنو كاين باش ما نضيعوش الوقت. اذا بالنسبه لباقي العمليات كما درنا حنايا، غير نتوما غيكون عندكم ديك الساعه جدول الضرب ديال كل حاجه. المهم الخارج ديال هاد العمليات كاملين راه غادي تلقاو الخارج هو هذا، تردوهم ميم دينوميناتور نفس المقام باش ما نضيعوش بزاف تاع الوقت. قالوا لنا في هاد التمرين هذا غيدويغ شاك دو نوم دو ميم دينوميناتور، عندنا هاد الاعداد هادو مثلا هاد الجوج خاصنا نديروهم نفس العدد او لا سميتو نفس المقام، كل جوج اعداد خاصنا نحولوهم نفس المقام. المهم كيفاش غادي نديرو غنشوفو مع الاولى باش نقول لكم كيفاش غادي ندير. قسمه على 8 غنديرها كتساوي، غنشوف العلاقه شكون هو القاسم المشترك ما بين 8 و 6، شكون هو المشترك بيناتهم؟ هو 24. 4 هو 24 حيت كنديروا 8 مضروبه باش تعطينا 24 في 3، و 6 كنضربوها 0 0 4. اذا هذا 24 هو هو هذا ميم دينوميناتور، دونك هذا غنضربوه في 3 و 8 غادي نضربوها في 3، غتعطينا هنايا المقام 24، والفوق غتعطينا شحال تقريبا. عندك سيدي هنايا هي 24 4 تبقى 2، دونك غتعطينا تقريبا واحد ناقص 11.1 صافي 11.4. هادي ها هي دابا درنا 24، دابا غادي نمشي للعدد ناقص 5 على 6، حتى هو خاصنا نردلو المقام 24، قلنا غادي نضربو في العدد 4 وناقص 5 حتى هو غنضربو في العدد 4، غيعطيني ناقص 20 على 24. دابا بالنسبه للسؤال، السؤال ديالي اللي مطروح هو انني نغيدويغ يعني هاد العدد هذا نحولهم يكون عندهم نفس المقام، انا حولتهم نفس المقام 24. دابا كيما درت لهاد الاعداد غنديروا العمليات اخرين كاملين. واضحه الامور هنا الدراري؟ فهمتوا دابا شنو درنا هنا، شنو اللي مطلوب منا؟ نقلب على قاسم مشترك. صافي المضاعف المشترك الاصغر ما بيناتهم ونكملوا العمليه ديالنا. واضح استاذ. دونك 35 يعني العدد الاولاني غادي نضربوه في العدد 7، وخمسه هنا غادي نضربوها في العدد 7 ياك، وهذا غادي 15 غنضربوها في العدد 5، والتحت غادي نضربوه في العدد 5 باش يعطينا ميم دينوميناتور اللي هو 35، و هنا غيعطينا 35، هنا غيعطينا 70، 70 على 14 هي 84 ياك، و تحتاني راه غادي يعطينا 75. دابا فهمتوا كيفاش السيناريو؟ 20 شحال غيعطيني لتحت؟ ناقص 100 150 فوالا. و إذا جيت لهذا وضربته في جوج، وهذا العدد 75 حتى هو ضربته في جوج، اذا شنو المقام كي غادي يكون؟ ناقص 150 والفوق ناقص 8 ناقص 16، حيت هذيك ناقص اللي الفوق حولتها لتحت. صافي حيت حنا في الدرس قلنا ناقص الا كانت عندنا وحده نقدروا نديروها الفوق، نقدروا نديروها لتحت، نقدروا نديروها الوسط، ما عندناش فيها مشكل. صافي غادي نجي لاخر عدد اللي هو 75.5،
على 0.27 شحال؟ وناقص 3.62 مقسوم على ناقص 0.13 شحال غادي يعطينا؟ إذا شنو خاصنا نديرو لهذا؟ خاصنا أول حاجة نديرو نحيدو ليه الفاصلة. إلا بغينا نحيدو ليه الفاصلة فاش غادي نضربوه؟ فاصلة غنضربو فاش؟ في 100 20 في 100 باش نحيدو ليه الفاصلة في 100. نعم. إذا شحال غادي يولي العدد ديالي؟ غيولي هو 75,750 ولتحت غتبقى 27 وغنجي لهنايا نفس الديكور دونك ناقص 3.62 غادي نضربوها في 100 وناقص 0.13 غادي نضربوها حتى هي في 100. عارفوا ان ناقص ناقص ما غيبقاش غيولي عدد بوزيتيف غيولي هو 362 مقسوم على ايش؟ 13 على 13. والعلاقة بين 13 و 27 باش نديروهم ميم دينوميناتور واش خاصنا نديرو؟ نضربوها في 3 3 نضربو 13 4 وقيلة إلا ضربناها في 14 تعطينا 13 إلا ضربناها في 4 52 شحال تعطينا 13 إلا ضربناها في 4 52 50 دونك هنايا 23 26 هنا خاصنا نقلبو نضربو هذا في هذا وهذا في هذا صافي. غادي نشدو هذا العدد كامل غنضربوه في 13 الفوق و 13 لتحت وهذا غنضربوه في 27 الفوق و 27 لتحت الى لقيتي راسك حاصل وخرج العمليه باين 351 صافي راه باينه. دابا حنا ملي لقينا القاسم المضاعف المشترك صافي بلا ما نبقاو نكثروا على راسنا باينه 27 في 13 ماكينه الحساب ضرب طيح صافي حط تما كان محمد علي كلاي داز من هنا صافي باش بلا ما نضيعوا الوقت بزاف حيت هادو تمارين كثارين. دابا انا غتوقت هنايا هاد التمرين هذا ما بغيت حتى شي واحد فيكم يغلط. هنا بغيتكم تعطيونا عقلكم مزيان لانكم نتوما كترياماني كيهمكم التمرين هذا تيهمكم بالذات. قالوا لينا سيدي في التمرين الاختزال سامبليفيكاسيون هي الاختزال. هاد العمليات هادو خاصنا نختزلوه ولكن لا بروسيدور اللي كنديرو يعني اول حاجه خاصك تبسط ليا الاعداد غنقي كلاسي وغادي نديرو عمليه بعمليه ونشرحوها نجي برون ديالي باش كنبغي نبسط. اول حاجه خاص تكون عندي هي خاصني نقلب على الاعداد الاوليه بحالاش عدد اول اي عدد مضاعف مثلا بحال هاد 4 خاصني نحولو غيولي هو 2 في 2 صافي. والحاجه اللي خاصني نرد ليها البال هي هاد يعني التمرين خاص تكون فيه غير في ما تكونش زائد هنا الا مشات حتى كانت زائد ولا الا كان ناقص راه ما بقاش لا سامبليفيكاسيون خاص كلشي يكون عندنا فيه الضرب هنا عاد ديك الساعه كنقولوا راه كاين لا سامبليفيكاسيون. واش واضح هاد الهضره اللي قلت؟ نعم. دابا لا سامبليفيكاسيون ملي تيكون عندي شي رقم في البسط تنقلب على خوه في المقام واش كندير انا تنجري عليهم تنقول لهم يلاه ديكاش مثلا هذا كنجري عليه هو وهذا مشى ما عاد ما ندير به حتى هاد الربعه هادي ها هي كاينه اربعه ديكاجيها صافي جرينا عليها الخمسة الخمسة حتى هي اذا شكون اللي بقى لي عدد والعدد بالنسبة على سبعة على سبعة الى اثنين اي عدد كنضرب عليه كنعوضو برقم شنو الرقم؟ نعم نصد 17 و 17 ها ها مشاو زيد عندنا 11 و11 مشاو زيدي عندنا 15 و15 شحال غيبقى؟ 8 على 7 صافي مزيان. انا نشوف العمليه اللي من ورا يلا غادي نديرو 30 مضروبه في 2 ها هي راه مكتوبه يا راه كاتبه شنو انت غادي دير باش نبسطو يعني قلنا خاصنا نديرو في الاخر يعني 60 مضروبه حنايا ما كنحسبوش حنا كنبسطوا قبيله انا ما حسبناش حنا بسطنا قلنا لكم قبيله الا بغيتي تبسط خاصك ترجع الاعداد يكونوا اعداد اوليه
مثلا هنايا 30، شنو هي 30؟ هي 15 مضروبة في جوج. 15 زائد وشنو هي 18؟ ستة في ثلاثة. هي ستة مضروبة في ثلاثة، صافي. دابا حنايا ولات تسعود مضروبة في جوج، تسعود مضروبة في جوج. إلا بغينا نسامبليفيو دابا عاد بقا نطيرو، ها هي 15 عندي لتحت، مشات ختها 15 غاتمشي من الفوق. جوج جوج مشات، إذا شنو بقى ليا؟ جوج على تسعود، صافي. جوج على تسعود، هذا هو اللي كيتسمى لا سامبليفيكاسيو. واش مزيان؟ مزيان. نعم أستاذ. غادي نجيو لهاد التمرين هذا. قالوا لينا غونجي الدراري، شي واحد يقرا لنا هذا السؤال، الله يرحم لكم الوالدين، ويشرحوا لينا. يلا بالزربه سير، هضر هضر هضر. Ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant sans utiliser des valeurs approchées. شنو فهمتي من هذا السؤال هذا؟ سد باش غادي نوحدوا المقام، مثلا 7 على 15، وعندنا هنايا 7 على 3. هاد 7 على 3 الا بغينا نردوها 15 غادي نضربوا في 5، شحال غتولي؟ 35 على 15، 15. اذا هاد جوج ديال الاعداد الكسريه الاولين شكون اللي كبير شكون اللي صغير؟ الثاني 7 على 3. 7 على 15 مالو صغير على 7 على 3، صافي. احنا قارنا هاد جوج، وبقاو غادي بشويه بشويه. زيد غنشوفو عاوتاني هادو، هما شوفوا لي هادو، حتى هادو غندخلهم مع هاد العدد هنا، ناقص 5 على ناقص 3. شحال الا بغينا نوحدو ليها المقام شحال تعطينا؟ هي 25 على 15. و بارابور لهادو فين غادي تجي؟ غاتجي هنايا، ناقص 5 على ناقص 3 صغيرة على 7 على 3. ها حنا دابا درنا هادي ودرنا هادي ودرنا هادي، هادي غادي نشوفو عاوتاني المقارنة ديال هادو. كي غنديرو اليوم؟ إلا جينا نختازلو هادي نسامبليفيوها، ناقص 9490 على 840. الا بغينا نسامبليفيوها، سامبليفيكاسيون يمكن نقولك سامبليفيكاسيون، ديرو ديك القضيه ديال هكا 490 قبل قسم على جوج. شحال فيها؟ 400 على جوج هي 245. هنا شحال مجموع الاعداد؟ 9 10 11، ما قبلاش قسم على جوج، ما قبلاش قسم على 3، قبل قسم على 5. شحال تعطينا؟ عندنا هنايا 200 على 5 هي 40، و 40 على 5 هي 8، و 5 على 5 هي 1. اذا شحال المجموع؟ 49. 49 قبل قسم على 7 كتعطينا 7، 7 1. هاد الاعداد هادو هما اللي نقدو نبسطو هنا، نديرو ناقص 2 في 5 في 7 في 7. غادي نجي للعدد الثاني اللي هو 840، غادي نقسمو على 10، غادي نقلل عليها الصفر، وغادي نشوف قابلية القسمة، تقبل القسمة على جوج. كي غادي نحسبها، هادي 80 على جوج هي 40، و 4 على جوج هي جوج، جمعو 42. قابلة القسمة على جوج؟ 40 على جوج هي 20، و جوج هي 1، هي 21. قابلة القسمة على 3، مجموع الأعداد ديالها، تقبل القسمة على 3 كتعطينا 7، 7 قابلة القسمة على 7 كتعطينا 1. غنجي لهنا وغنديرو جوج مضروبة في جوج مضروبة في ثلاثة مضروبة في 7، مشات هادي مع هادي ومشات هادي مع هادي. إذا شحال غيبقى ليا؟ ناقص 7 على 6، ناقص ماشي 7، ناقص 35 على 6، ياك ناقص 35 على 6. باش مكترش عليكم هادشي هذا كامل، غنحيد هادشي هذا، ياك. وغادي ندير لكم كلاسمون ديريكت، حيت الاغلبيه ديال الدراري غادي يلجؤوا للماكينه ديال الحساب، وغادي هذا قسم على هذا، وغادي يردهم عدد عشريه، ومن بعد غادي يرتبهم بالترتيب، صافي واضح. غنجي لهنايا، انا نعطيكم كاع الترتيب. عندنا سيدي ناقص ناقص 5 على ناقص 5 على 2
5.5 هي اللي صغيرة. عندنا عاوتاني الثانية اللي هي ناقص 490 على 840 صغيرة، ناقص 5 على 12 صغيرة، 7 على 15 صغيرة، ناقص 5 على ناقص 3 صغيرة، على العدد اللي بقى لنا هو 7 على 3. إذن هو ترتيب تصاعدي من الصغير حتى الكبير. إذا جينا نقسمو 7 على 3 غنلقى هو كتعطينا شي 2.. المهم كتجي كبيرة على هادي، صافي. تقسم العدد الفوق على التحتاني غيعطيك الأعداد العشرية. داين هدا 8 المهم قالك ديتيرميني لو نومبغ مونكون دون ليكواسيون. هاد العدد هذا شكون العدد اللي ناقص في هاد ليكواسيون؟ كاين كل ايكواسيون بوحدها، عندي هادي بوحدها وهادي بوحدها، هاد ليكواسيون كاملة، يعني شكون اللي ناقص الأعداد؟ مثلا ناقص 12 مضروبة في 7 غنشوف الخارج ديالها، وشكون هو العدد اللي غنضربو في 6 باش يعطيني ديك الخارج ديال ديك ناقص 12 مضروبة في 7؟ قلنا ناقص 12 إلا ضربناها في 7 شحال كتعطينا؟ هي 4 84 ناقص 84. إذن شنو هو العدد اللي غادي نضربو في 6 باش يكون متساوي مع هذا العدد باش يعطينا 84 ناقص 84؟ أربعة عشر. ناقص 4 إذا درنا 0.4. صافي. دونك هنايا غادي نديرو هي 6 مضروبة في ناقص 14 اللي الخارج ديالهم كيعطينا ناقص 84. نفس القضية، إذا عندنا هنايا 20 العملية الثانية إذا ضربناها في شي عدد خاص تعطينا 6 مضروبة في 10. هنايا 60 هنا شحال خاص؟ 3. عاوتاني خاصنا شي عدد نضربو في ناقص 15 باش يعطينا 45 مضروبة في جوج. إذا 45 مضروبة في جوج شحال هي؟ 90. شنو هو العدد اللي نضربو 15 يعطيني 90؟ هو شحال؟ هو 6 ناقص 6. إذا ناقص 6 إذا ضربناه في ناقص 15 غادي يعطينا 90. واضح. بالنسبة للسؤال الثاني قال لك غيدويغ لي زيكواسيون سويفون. عندنا ناقص، هذا السؤال الأول، وهنا السؤال الثاني. عندنا هنا ناقص 12 على 6 راه نفس القضية كتساوي، هذا انطلاقا من العملية الأولين كنصابو العملية الثانية، شي عدد على 7 باش نلقى هذا العدد ندير بخدوي أون كخوا. إذا هذا في هذا اللي هو هذا كيساوي 6 مضروبة في ناقص 14. عاوتاني عندي 20 على 6 كتساوي 10. أييه هنايا شنو هاد العملية اللي درت الثانية؟ نيت على 3 باش كندير بخدوي أون كخوا، جداء الوسطين كيساوي جداء الطرفين، راه نفس التمرين. عطاونا 15 شي عدد على 15 على ناقص 15 كيساوي 2 على 45. إذا هنا شحال غادي يكون؟ غادي يكون ناقص 6. واضحة مزيان. دوز التمرين اللي مورا. اكزارسيس 27 قال كومبليتي لي زيغاليتي سويفونت اون جوستيفيون باغ ان كالكول. هنا انطلاقا من واحد الحساب خاصنا جوستيفيو ونكملوا هاد العمليات. هاد العمليات دونك كلاسيو لي اكزارسيس. وبالنسبه لجوستيفيكاسيون كيما كان في التمرين اللي قبل، هنايا عندنا ناقص 5 غنديرو بخدوي اون كخوا، غادي نضربوها في 18 شحال كتساوي لينا؟ الا ضربناها كتعطينا ناقص كتعطينا ناقص 90، إذا ضربنا هاد الخارج كتعطينا ناقص. إذا شنو هو العدد اللي غادي نضربو مثلا في 12 باش يعطينا ناقص 90؟ باش نلقاه خاص ندير ناقص 90 مقسوم على 12 يعطينا 7.5، ومنساش ندير ناقص 7.5 بلاتي نكتبها ليكم قاد. قلنا هي 12 مضروبة في ناقص 7.5 كتعطينا 90. باش نكمل العدد الكسري ديالي دونك غنجي لهنا غندير ناقص 5 على 12 كيساوي ليا 7 ناقص 7.5 مقسوم على 18. مزيان. نفس القضيه اللي درت غادي ندير بالنسبه للعمليات الاخرين. فوالا غادي نجي عند العمليه ديالي، غادي ندير هي ناقص 2.4
غادي نضربوها في 0.8 شحال كتساوي؟ غنجيبو كالكولاتور وغادي نديرو 0.8 باردون 0.8 غادي نضربوها في 2.4 كتعطينا 1.92. إذا ناقص 1.92. العدد الثاني عندي هو 3.2. شنو هو العدد اللي غنضربو فيها؟ ضروري خصو يكون نيجاتيف باش يعطينا ناقص 1.92. إذا شكون هاد العدد هذا؟ في هاد الحالة هادي غادي نقسمو هاد العدد اللي خرج لينا، غادي نقسمو على 3.2 تعطيني هو 0.6. غادي نجد العملية ديالي وغادي نديرو ناقص 0.6 مقسومة على ناقص 2.4 كتساوي 0.8 مقسومة على 3.2. مزيان. هنايا 28 تعطينا 28 هنايا فوالا. اذا 28 غادي نقسمو على 5 نفس العدد. عندنا 4 مضروبه في 7 خاصها تكون كتساوي لنا 5 مضروبه في واحد العدد كتساوي 28. اذا هنا غنشدو 28 وغادي نقسموها على العدد 5 غادي يعطيني 5.6. وعند العدد الكسري ديالي غادي نديرو كيساوي هو 4 على 5.6 كيساوي 5/7. مزيان. اخر عمليه نفس الشيء، غادي نديرو 195 مضروبه في 63 كتعطينا واحد الخارج، وناقص 108 مضروبه في واحد العدد اللي غادي يعطينا الخارج ديال. اذا هنا كالكولاتور باش نلقى هذا العدد، هو 195 مضروبه في 63 كتعطيني العدد ديالي هو 12285. غادي نقسمو هاد العدد هذا على 819، اذا شحال تعطيني؟ تعطيني 15. دونك هنايا انا غادي نضرب في ناقص 15 حيت العدد خاص يكون بوزيتيف. مزيان. فوالو غادي نجي لعند العمليه ديالي وغندير ناقص 819 مقسوم على 175 كيساوي 63 مقسوم على ناقص 15. تخيل. المهم حتى لهنا ان شاء الله غادي نوقفوا في هذه الحصه الاولى ديال نفس التمارين، وموعدنا في التمارين ان شاء الله في الحصه الثانيه، رغم ان كنت التمارين طوال مع التلاميذ ديال الجروب. خليتكم على خير، الله يوفق الجميع. السلام عليكم.